السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جيت لكم بواحد الفيديو خفيف ظريف على شي لعيبات خاص الناس يعرفوهم، يعني بعض الناس ما كيعرفوهمش. اليوم جيت باش نفسرهم بالزربه وهما راه ساهلين. تفرجوا معايا الفيديو. اول حاجه غادي نبدا بها هي هاد البريكي هادي ديال البريسا. راه اي بريسا كتكون فيها هاد البريكي وكيكون معاه هذا اللي كتقدر تحكم في الغاز انك تطلقه ولا تحبسه، وهاد الدجاجه هادي اللي فيها الضوء كما شفتوا انا حاولت نصور لكم الغاز. ثاني حاجه هما هاد جوج بوطونات، البوطونه ديال اون و اوف. هادو هما لي بوطون اللي كتشعل وكتطفى منهم البريسا. هادو كيكونوا في اي بريسا، غير البلاصه ديالهم تقدر تختلف. بعض المرات تقدر تلقاهم في الجنب ديال البريسا او لا من التحت او لا، يعني ماشي بالضروره يكونوا في هاد البلاصه هادي. كاين هاد البوطون هذا الثاني ديال لي طاس، هذا اللي كيعطي السخونيه لي طاس الفوق، يعني كيعطي السخونيه الفوق ديال لا ماشين ديال الشوفاج. وكاين هاد البوطون هذا اللي كيسولوا عليه الناس بزاف، هو البوطون ديال الاقتصاد على الضوء، يعني ملي كتبغي تخدم البريسا وتكون مقتصد عليها في الضوء، تكون يعني مخدمها بالغاز وكتستهلك نصف استهلاك ديال الطاقه تقريبا ديال الضوء. هذه هي البوطونه. وكاين بعض المرات كتكون على شكل كيكون فيها مثلا بريمير زيرو الى بغيتي تطفي لا ماشين، ودوزيام الى بغيتي يعني تسخن لا ماشين بالزربه، على حسب لي ماشين كتختلف. اذا غادي ندوزو الحاجه المهمه والمهمه اكثر، اللي هي ان الى كانت مثلا عندك لا ماشين مثلا ما فيهاش الضوء، ما يمكنش ليك انك تعصر بها قهوه. كما شفتوا دابا انا طيحت الضوء، وكما كتشوفوا هو ده الماء كيهبط هنايا خفيف، يعني ما فيهش ديك كومبريسيون اللي غادي يخرج لك القهوه. ومني كتكون لا ماشين خدامه بالغاز، يعني غير بالبوطه بوحدها، هذاك الغاز كيكون مسؤول على الفابور، يعني السخونيه تقدر اننا تعطينا السخونيه ديال الفابور، ولكن ما يمكنش نعصروا قهوه الا ما كانش الضوء. اذا الخلاصه ديال القول راه ما يمكنش اننا نخدموا البريسا غير بالبوطه بوحدها، راه ضروري الضوء حيت حتى هو مكمل ليها. هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو. تهلاو ليا فراسكم، نشوفكم في الفيديو الجاي. ما تنساوش جيم وكومونتير وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، واللي ما تابوناش يتابونا في لاشين. السلام عليكم.